ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا سامعين الصوت، الله على الجمال. ممكن ندوق واحده؟ بسم الله. ايه الحلاوه دي؟ ما شاء الله. مش عارفه اقول ايه. احطه لكم فين يا ماما؟ احطه لكم هنا ولا في طبق كبير؟ احطه لكم هنا. خليني الصغير ده للدوره المقرمشه بس عشان هو سخن. واو ما شاء الله. بصوا الجمال. على فكره في ناس بتحب تعمله باللي هو متقشر، بس دي ترجع لحضراتكم يعني زي ما انتوا تحبوا. بصوا كده انا سايبه الذره المفروض تنفش اكتر من كده. يا سلام، تسلم الايادي. ما شاء الله. يلا بينا نقدم بقى المكرمل القمر ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قدام المملح القمر ده، وادي المملح اللي احنا عملناه. يلا بينا دلوقتي بقى هنبدا في السوداني اللي عايزين نعمله السوري عقبال ما ده ياخد وقته على النار وينفش بشكل كويس عشان يطلع معانا مقرمشات حلوه. على فكره المهم انكم تنقعوه. الدوره دي لازم تتنقع شويه من بالليل للصبح او 4 ساعات على الاقل عشان تدي نتيجه حلوه. تسلم ايديكم على استعراض الحاجه يا جماعه، شكرا ليكم. بصوا بقى هنعمل عجينه حلوه كده بتتعمل بدي الدوره، ونعمل فيها شويه سوداني محمص بس ايه من غير قشر، بيتغلف كده. دلوقتي في حاجات جميله قوي بتتباع. فاكرين لما جبنا قبل كده توابل البطاطس وحطينا نكهات بتاعه البطاطس والشيبسي وكده؟ النكهات دي هي اللي ممكن نستخدمها في الوصفه دي. حطوا بقى نكهات بالجبنه، حطوا بالكاتشب، حطوا بالشطه والليمون، حطوا بالنكهه اللي تعجبكم، لانه ده بيتباع في منكهات كتيره جدا جدا. تعالوا كده نقول المقادير بتاعتنا. اللي عايز يعمله سبايسي يعمله براحه حضراتكم خالص. وهجيب كده بوله، بسم الله، احط فيها. هنبدا نقول مقاديرنا اللي هي عباره عن عندي فول سوداني محمص ومتقشر، وعندي كوبايه دقيق ذره، وعندي من البابريكا كميه زي ما حضراتكم تحبوا يعني الكميه اللي تريحكم، عندي كمان ملح، وعندي ميه، وعندي زيت للقلي. انا طبعا ممكن اجهز كده ايه طاسه صغيره عشان، او حله صغنونه لو في ممكن دي. ماشي حبيبي، هاخد كده. طيب يا روح قلبي تسلم ايديكم، انتوا حاطينها لي هنا. ماشي حبيبي، بسم الله. اهي احطها هنا تسخن شويه وتعالوا بينا. دي وصفه سريعه وجميله. طيب ناخد ايه؟ ناخد جلافز كده عشان انا هستسمحكم اعجنها بالايد. هحط شويه دقيق ذره وعليهم المنكهات دي. اللي عايز يحط توم باودر، بصل باودر، براحتكم. رشه الملح، هنقلب. هنعجن بشويه ميه عاديه خالص. خلاص لو احتجت زي ذره هزود شويه شويه. سهلة وبسيطة، بتتعمل في ثواني. لازم الأول أشربه كويس عشان ما تغرش في كمية المية. بسم الله. ده بقى لطيف جداً. دي الذرة كمان من الحاجات المفيدة. بصوا
بصوا عايزه اقول لكم دي الذره ده بيبقى خالي اصلا من الجلوتين، الناس اللي بيبقى عندها مشاكل مع الجلوتين، فالناس اللي عندها حساسيه الجلوتين ممكن تستخدم عادي جدا الدقيق الذره بشكل امن. هو ده اللي بنعمل منه كيكه الذره، وممكن يعني نعمل منه كذا وصفه حلوه ويبقى بديل رئيسي لبديل دي القمح عادي. خليني كده عايزه اقول لكم كمان دي الذره ده من الحاجات اللي يعني بيقال دايما انها بتقلل من الامراض المزمنه، الاصابه بالامراض المزمنه. بصوا كده مهم جدا ان هو داعم لصحه الجهاز الهضمي، بيعزز صحه العين بشكل برضو كويس كده. بصوا تبقى عجينه كده، هاخد السودانيه مش عايزه يعني ايه تبقى تخينه قوي عليها، انتوا بقى عايزينها تخينه رفيعه يا دوب تبقى غلاف كده اهي. الشكل ده نعمل بقى كام واحده كده، رققوها عشان تحسوا تستمتعوا بال، هي الفكره في العجينه دي ان هي تدي تيست كده وطعم. عايزه بقى بعد ما تخرج من التحمير تروحوا عاملين ايه، تروحوا مدينها شويه منكهات من اللي انا قلت لحضراتكم عليه، اللي هي طبعا شويه العجينه دول الكوبايه دي تعمل كميه ما شاء الله يعني ايه لا باس بيها، مرضيه يعني انا بشوف شكلها. في بقى طعم الكاتشب والجبنه، احنا حاطين هنا الكاتشب علشان الكاتشب ايه يدي لون المحمر الحلو اللي حضراتكم شايفينه الناطق ده، بما اننا في قناه الاهلي فاحنا بنشجع كل ما هو احمر، اللون الاحمر ده السائد عندنا. بصوا كده، اولا اسمحوا لي اشكر كل اصدقائنا اللي بداوا يسالوني عن متابعتهم ليا في قناه الاهلي، شكرا لحضراتكم شكرا جزيلا، كل ما كانوش عارفين انا في الاهلي وعرفوا وبداوا يبعتوا لي على الخاص او على الماسنجر انه ان هم بيتابعوا وانه كانوا عايزين وقت البرنامج من كام لكام، فانا باكد تاني على كل اصدقائنا ان احنا يوميا من السبت للاربع من الساعه 1 للساعه 2:30، وان شاء الله اي طلب حضراتكم تطلبوه يعني يتحقق باذن الله من خلال الحلقات بتاعتنا. بصوا كده، حاضر يا نور عيني، حاضر هعمل كده بالفعل. يا سلام ياه، لا والله عشان مخرجنا حد جميل يعني. بصوا كده، بصوا اهي شايفين يا امامير حلوين انتوا. حاضر، ما انا لازم يسخن شويه الزيت يا لوزه يا لوزه، لو الزيت مش سخن هيفك، فاحنا عايزين بس ايه. حبايب قلبي حبايبي اشكركم طبعا يا روحي. طبعا المفروض العجينه دي ما تشتغلش فيها على طول، ترتاح على الاقل ربع ساعه، ربع ساعه عشان تبقى يعني مع حضراتكم مريحه كده في الشغل. خلاص انا بقى دلوقتي عايزه بالظبط ايه، ابص على الدوره كمان، نبص على الدوره كده، كان لازم تتنقع شويه بس مش شغل، هي مش هتبقى نافشه قوي بالطريقه اللي احنا طلعناها في النسخه لان هي لازم تتنقع الاول اهو كده. طيب ما انا عايزه اجرب واحده، بسم الله، لسه ممكن نزود النار شويه، بسم الله. بصوا كده اهي، تعالوا كده نبص. بدات شكشك، صح يا نودي، شطوره يا نودي. بقى نكمل شويه، احنا طبعا بنعمل الكميه كلها بنروح منزلينها مره واحده في الايه، ونطلع بقى نستسمع حضراتكم في بريك لحد ما انا اعمل شويه كده حلوين ونقدمهم معانا وتشوفوا شكلهم عامل ازاي ونحط عليهم شويه منكهات لطيفه. فانتظر حضراتكم بعد الاستراحه.